السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد خاص بالمفيد في الرياضيات المستوى الرابع. سوف تجدون في هذا الفيديو التمارين الموجودة في صفحة 92 من الكتاب المدرسي، أي ما يتعلق بالدرس 24 بعنوان حساب مساحة المربع والمستطيل. إذا التلميذ في نهاية هذا الدرس خصو يكون ضابط وعارف القاعدة أو كيف يتم حساب مساحة مستطيل أو مربع، وكذلك ماشي غير القاعدة يحفظها عشوائيا، خصو يكون كيعرف يطبقها ويعرف يستحضرها سيرتو في الوضعيات التي تتطلبها. نبدأ على بركة الله بالنشاط الأول لنفهم ونطبق، لنساعد سامية وساميا على حساب قياس مساحة كل من السطوح التالية. رد الفعل في هذا التمرين، عندنا مجموعة من السطوح، ثلاثة السطوح عبارة على، هانتوما كتشوفو كاين واحد شيء مربع مستطيل ثم مستطيل. قبل ما هادشي احسب ابعاد كل شكل. نبداو بالمربع، المربع جميع اضلاعه متساويه، يعني يكفي انا نحسبه ضلع واحد. وهنايا راهم دايرين لنا واحد الاشاره ديال ان هذا المربع اللي بالوردي او بالاحمر يساوي 1 سنتيمتر مربع، اذا او 1 سنتيمتر هذا والمساحه 1 سنتيمتر مربع، اذا نحسبوا الضلع 1 2 ثلاثة أربعة، إذا طول ضلعي المربع هو 4 سنتيمتر. بالنسبة للمستطيل أ هذا نحسبو الطول ديالو، إذا 1 2 3 4، إذا طوله 4 سنتيمتر، والعرض ديالو 1 2 3، والعرض ديالو 3 سنتيمتر. بالنسبة للمستقيم الثاني، أحسب مساحة كل شكل بسنتيمتر مربع، عفوا بدا مساحة المستطيل الثاني هو بي، اذا نبداو بالطول ديالو 1 2 3 4 5 6 7 8 9، اذا طوله 9 سنتيمتر، والعرض ديالو 1 2، اذا وعرضه 2 سنتيمتر. احسب مساحة كل شكل، هنا ضروري ما نستحضروا مساحة المربع ومساحة المستطيل واللي كنشوفهم التلميذ انطلاقا من المستوى الثالث. اذا لحساب مساحة المربع وطول الضلع مضروب في طول الضلع، مساحة المستطيل بما أنه يمتاز بطول وعرض هو جداء الطول في العرض، إذا المربع طول ضلعه هو 4 في 4. قياس المستطيل أو مساحة المستطيل هو الطول في العرض اللي هو 3 في 4، وهنايا 9 في 8، إذا 4 في 4 تعطيني 16 سنتيمتر مربع. المستطيل أ 3 في 4 12 سنتيمتر مربع، والمستطيل بي المساحة ديالو 2 في 9 اللي هي 18 سنتيمتر مربع. نقارن ونرتب قياس مساحة السطوح، نقارن هاد الأعداد، أصغرهم هو 12 سنتيمتر الذي يمثل مساحة المستطيل أ، أنا درت غير بين قوسين كإشارة لأ، إذا 12 سنتيمتر مربع أصغرهم، ثم تليها 16 سنتيمتر مربع وهي مساحة المربع، ثم 18 سنتيمتر مربع وهي مساحة المستطيل ب. نستنتج قاعدة قياس مساحة كل شكل. قياس المربع، كيفاش كنحسبو قياس مساحة المربع؟ هو طول الضلع في الضلع، كنرمزو لها بالسي في السي. وقياس مساحة المستطيل هي الطول في العرض، وكنرمزو لها بال أو ماجيسكيل فوا ال أو مينيسكيل اللي هو العرض. نحاول نخلي لكم إجابة واحد الشيء اللي باغي يصحح. ننتقلوا للتمرين رقم 1، أحيط قياس المساحة المناسبة لكل شكل. انتبهوا، هذا الشكل عبارة عن مربع، حنا كنعرفوا بأن جميع أضلاع المربع متساوية، إذا باش نحسبوا مساحة المربع هي الطول في الطول. واحد التيسكو خصنا نبقى نعاودو طيلة الدرس، وفي بداية الحصة كنقول ديما كنذكر بالقاعدة، من يذكرني بقاعدة حساب مساحة المربع، طول الضلع في طول الضلع، وكنعطي أمثلة بسيطة. مربع طول ضلعه 2 سنتيمتر، كم هي مساحته؟ المربع هكذا هما كيجاوبوا في الالواح، هكاك باش تخليهم اكثر. اذا هذا عنده 4 في الضلع ديالو، اذا بغيت نحسب مساحته 4 في 4 هي 16 سنتيمتر مربع. ثم هذا المستطيل طوله 7 سنتيمتر وعرضه 3 سنتيمتر، اذا 7 في 3 21 سنتيمتر.
تمرين رقم 2، احسب قياس المساحتين ثم احيط القياس المناسب. انتبهوا، هذا عبارة عن مربع طول ضلعه 5، اذا 5 في 5 25 سنتيمتر مربع نحيطها بخط. ثم هذا عبارة عن مستطيل طوله 7 سنتيمتر وعرضه 5 سنتيمتر، 7 في 5 35 سنتيمتر مربع نحيطه بخط. بالنسبة لتمرين رقم 3 هو آخر تمرين في صفحة 92، ألون البطاقة المناسبة لحساب قياس مساحة كل شكل. نبدأ بهذا الشكل، هو عبارة عن مستطيل، إذا لحساب مساحته هو الطول في العرض، إذا 6 في 3 اللي هي هنا هي أول وحدة، غادي نلونوها بأي لون بغينا. بالنسبة لهذا عبارة عن مربع، إذا يعني الضلع في الضلع 3 في 3 اللي هي 9. هذا كل ما يخص التمارين الموجودة في صفحة 92. كنتمنى أنكم تبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة. كنتظر كذلك الدعم ديالكم للقناة عبر وضع جيم وكومنتار في كل فيديو. بالنسبة للناس اللي كتشوفوا القناة في أول لأول مرة، ما تفضلش في المشاركة وتفعيل الجرس للتوصل لكل شيء جديد.